جماعه شو في بيستهوني مشان الله والله ماني عامل شيء انا خلص انت عم تشتغل بالحرام واللي بيشتغل بالحرام حسابه عند رب العالمين لو حرام شو صلوا على النبي الله وكيلكم انا ما بشتغل بالحرام اخراس حسابك عند رب العالمين مو عندنا والمحل اللي فاتحه انت وموريس افندي لا بسكره لا ما راح نطربقه فوق راسك فهمت يا جماعه مشان الله انا مالي علاقه انا زلمه اجي ربكاكي الله وكيلكم هي مشان تربى غد عيدك يا سلام بكل الدنيا ما في اطيب من قهوه الشام وهوى الشام وريحه الشام اذا هيك ليش مستعجل على السفر على بيروت عندي شغل كتير ضروري لازم اخلصه وبعدين بدي اجيب اهلي واجي مشان نعمل الاكليل يا ماري شوفي مين اجا اديل ماري يا حبيبتي شو اشتقت لك كثير اهلا وسهلا بدي اعرفك خطيبك بيترو بابلو الباتي برافو عليك وانت اديل اختها لماري
عزفت الكمانجة العظيمة اللي هزت مسارح باريس. لا مو لهالدرجة، بس أنا هيك صار لي فرصة وعزفت. الليلي كيف أجيتي بهالظروف؟ ركبت الترين وأجيت. كيف باريس؟ شو أخبار الحرب هناك؟ الناس كتير خايفة، ما حدا عارفان الحرب قديش بتطول. بس ما قلتي لي أنت كيف أجيتي؟ أنا سمعت إنه الطريق مو أمان أبدا. هلا كان عندي حلين، يا بدي غامر وأجي، يا بدي أعلق بباريس وما بعرف لأيمت. ويومها كان في ترين يوصلني، أما بكرة ما كنت بعرف إذا حيكون فيه. مظبوط، كل دول العالم عم يطبخوا طبخة كتير كبيرة، وهي الحرب ما رح تخلص لحتى تستوي الطبخة وكل دولة تاخد حصتها. طيب ونحنا؟ نحنا رح نروح سكبة بشي صحن، والله بيعرف من حصة مين رح نكون. بس أكيد مو من حصة الدولة العصمانية. لا 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 لا، الدولة العلية ماتت خلص، ضل بس تتعلق نعوتها. بس ما رح تتعلق نعوتها لحتى تعلق نعوت نص شباب هالبلد. عليكي شوي، بس والله مو بإيدي، في مشوار على محطة البابور كنت لازم ساوي. ما في مشكلة إنك تأخرتي، خصوصي إنه أول مرة. بس ليش كنتي بالمحطة؟ آخ شو بدي أحكي لك لأحكي لك. إذا ما بدك تقليلي عادي. لا والله مو بقصد التخباية، بس أنا عم روح على المحطة بدي أشوف إذا في حدا مسافر لحلب. حلب؟ إيه، بدي حدا يبعث لأهلي يخبرهم شو صار معي وأعرف أنا شو صار معهم. صار لي سنين ما بعرف عنهم شي. طيب أهلك وين ساكنين؟ فيكي تساعديني؟ أي طبعاً، بس أعطيني عنوان أهلك. باب النصر، بيت عبد الواحد شاهين، كل الناس بيعرفونيك. خلص ولا يهمك، بس هلأ بدي تشاهشلي شوي، اليوم جايين ضيوف كتير مهمين. وعلى فكرة، في بيناتهم ضيفة من حلب. من حلب؟ الست مريانة مراج، هلأ بس شوفها بدي أحكي لعنك وعن أهلك. الله يجبر بخاطرك، من عيوني أطيب أكل. أطيب أكل بكل الشام وحلب. خلص رجعي أنت على البيت. ماشي، بس دير بالك على حالك مشاني، وسلم على أهلك ولا تطول علي. لا تخافي ما رح طول. ليكنا شفنا بعيننا شو العالم بدنا نتبلو. دخيل الله، ما في دخان بلا نار. امشي لك امشي. شو زبيدة؟ نعم. ليش ساكتي؟ ما عندي شي اقوله. مبسوطة هون؟ لا ماني مبسوطة. أنا ما رح ألومك، بس رح أنصحك نصيحة. أنتو خبيتوا عني وعن أهلي كيف عايشين هون؟ أنا رح أنصحك نصيحة. بالزمانات أنا مرقت باللي أنتي عم تمرق فيه. أنتي؟ إيه أنا. نصيحتي إنك تحاولي تنبسطي وتستمتعي بكل شي حواليك، وتنسي أمور أنتي مو طالع بإيدك فيها شي. يا مرت عمي، أنا تعلمت إنه الرجال مراية القلب. كيف بدك يعني يكون مبسوطة وأنا بعرف إنه جوزي قلبه مع وحدة تانية؟ معك حق، بس إذا مو كان طالع بإيدك تعملي شي شو بتساوي؟ بتموتي حالك من القهر ولا بتفكري بطريقة تعيش فيها حياتك؟ مو بإيدي. حاولي. معلش أطلب منك طلب؟ إذا بقدر ليش لا؟ عندي عمي عايشة هون، وأبي وصاني إني شوفها وأطمن عليها، بعدين بركي بتروح عن بشوفتها شوي. بس مشان هيك بدك تشوفي عمتك؟ لكن منشان شو؟ طيب أنا بكرة رح أبعد جيب عمتك لهم. تعرفي وين ساكنة؟ إيه، في معي مكتوب عليه العنوان. طيب سارة، انت كيف تفوتي لهون من دون اذن؟ يا خانم اصلا عطاني الاذن حتى اشرب الشاي مع حضرتك هون.
عن إذنك مرت عمي، وبعت لك المكتوب.